ما عليك، ما بدي أتأخر، أخذت 3 دقائق يمكن، بس مباشرة. كثيرة هي الملفات التي تغيرت، كثيرة هي الأمور التي تابعناها خلال الأسابيع الماضية التي ناقشتها مع ضيوفي مرات عديدة. أهم شيء، دولتان خليجيتان تمت دعوتهما لمجموعة البريكس، تبعنا أيضاً في قمة 20 مشروعاً جديداً يربط الهند بأوروبا عبر هذه المنطقة، عبر منطقة الخليج. هل بدأت دول الخليج تتبنى نهجاً جديداً في ظل المتغيرات الجيوسياسية الكثيرة التي يشهدها العالم؟ هل يمكن قول هذا؟ أولاً شكراً عزيزتي شانتيل في دعوتي لهذا المنتدى الهام، سعيد جدا أني أشارك مشاركة أولى. دول مجلس التعاون دول خطت خطوات واثقة وتتبنى سياسات واضحة وصريحة، وأصبح لها مكان مرموق بشكل كبير على المستوى الدولي. ما في شك الدول تجدد من سياساتها، تجدد من فكرها، من نهجها، والحقائق والواقع الجديد اللي يعيشه المجتمع الدولي يحتم على كل دولة من دول مجلس التعاون والمجلس برمته أنه يتواكب مع هذه التطورات، تغيرات مشروعة لكل دولة أن تأخذها. الاهتمام الدولي في مجلس التعاون ارتفعت وتيرته. تكلمتي عن دعوة كل من الإمارات والمملكة العربية السعودية للانضمام إلى بريكس، تكلمتي عن الجي 20 والمشاركات. احنا أمس وصلنا من نيويورك من الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة. لما تشوفين مستوى المشاركة الخليجية والحضور في هذه الجمعية العامة، مستوى الاجتماعات المشتركة أو الاجتماعات الثنائية اللي عقدوها وزراء الخارجية ورؤساء الوفود، يتبين لك الدور الجديد لدول مجلس التعاون على كافة المستويات، سواء تنسيق سياسي، سواء دور اقتصادي، سواء ضمان تدفق الطاقة، سواء مساعدات إنسانية، مساعدات تنموية، أدوار جديدة ودور جديد تقوم فيه دول مجلس التعاون. وهذا ما جعلني أبدأ بهذه الإيجابية بطبيعة الحال في مقدمتي، لكن في ظل التنافسية الكبيرة معالي جاسم، في قطبين في العالم اليوم، كل قطب يسعى لإيجاد مكان له في هذا النظام العالمي الجديد. كيف يمكن لمنطقة الخليج أن تتبنى موقفاً متوازناً، خصوصاً أن التنافسية اليوم يعني ليست تنافسية سياسية، ليست تنافسية خلينا نقولها عسكرية، بل أيضاً هي اليوم تنافسية اقتصادية، وهذه مسألة مهمة لمنطقتنا. في السنة هذه 2023 دول مجلس التعاون عقدت اجتماعين على مستوى وزاري، اجتماع في موسكو مع وزير خارجية روسيا في شهر مايو، وبعده بشهر عقدت اجتماع مع وزير خارجية الولايات المتحدة في الرياض. هذا التوازن المنشود، هذه السياسة الحكيمة، هذه الوقوف على مسافة واحدة مع الجميع، هذا النهج اللي احنا ننتهجه. 2022 قمتين كبار عقدتهم دول مجلس التعاون على مستوى القادة، في يوليو مع الرئيس الأمريكي بايدن، وفي ديسمبر مع الرئيس الصيني ايضا في الرياض. هذا النهج اللي انا اتكلم عنه، هذه المسافة الوحدة اللي توقف دول مجلس التعاون مع الكل، حيادية وموقف واضح وصريح وشفافية في سياستها الخارجية. هي هذه المتغيرات لا تطال فقط خلينا نقول الخارج، تطال الداخل، تطال الإقليم. أذهب معك مباشرة إلى الإقليم معاليك، شهدت الأشهر الماضية الكثير من التغيرات أيضا،
هل سنشهد في المرحلة القادمة حالاً من الاستقرار السياسي في المنطقة تحديداً بعد التقارب الإيراني الخليجي؟ ما في شك التقارب السعودي الإيراني اللي صار في شهر مارس الماضي عنصر مهم لضمان أمن واستقرار المنطقة. دول مجلس التعاون كافة رحبت بهذا التقارب، ونأمل أن يعني نشهد نوع من أنواع الاستقرار النسبي في المنطقة. شهدنا خلال الأشهر الماضية استقرار نوعا ما، خاصة في الملف اليمني، إلا أن يعني مع الأسف الحادث اللي صار أمس في استهداف مجموعة من الضباط والقوات البحرينية المرابطة على الحدود في المملكة العربية السعودية عبر طائرات مسيرة يعتقد أن هي من جماعة الحوثي، هذه رجعتنا خطوات إلى الخلف. قبل أسبوع شهدنا مجموعة من الحوثي متواجدين في المملكة العربية السعودية من أجل العمل على إعادة المسيرة السياسية في الملف اليمني. أما التصعيد الخطير اللي طرأ أمس والشهداء رحمة الله عليهم ونعزي مملكة البحرين الشقيقة ملكا وحكومة وشعبا في وفاة هؤلاء، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين، هذا التطور يعني أنا أشوفه برأيي أنا تطور سيء ورجعنا خطوات إلى الخلف مع الأسف. بدي رجعك للإيجابية اللي بدأت فيها إجابتك معاليك، ما هي هذه الضمانات؟ يعني اليوم نسأل عن ضمانات توفر لكم هذا الجو من الارتياح، ما هي هذه الضمانات؟ شوفي دول مجلس التعاون يعني من فترة طويلة وهي يعني منتهجة هذه السياسة مع إيران، سياسة التقارب، سياسة الطلب من إيران عدم التدخل، احترام حسن الجوار، احترام القوانين والأعراف الدولية وميثاق الأمم المتحدة، هذه من زمان يعني نقلتها دول مجلس التعاون، وكان متوليها رحمة الله عليه المغفور له الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في عام 2014 و2015، وكان مدعوم أيضا من الرئيس الأمريكي آنذاك أوباما، فهذا مو شيء جديد. وقبلها الملك عبد الله رحمة الله عليه ملك المملكة العربية السعودية أيضا تقارب مع إيران، وكان في فموضوع الكلام مع إيران ما هو شيء جديد، لكن نتأمل أنه في ظل المعطيات الجديدة، في ظل الدور الجديد لدول مجلس التعاون، أن تقتنع إيران وتفهم المكانة الجديدة لدول مجلس التعاون والرغبة الحقيقية من هذه الدول بأنها هي تطلع مع إيران بعلاقات طبيعية. إحنا جيران، يعني إحنا موجودين على الضف الغربي من الخليج العربي، هم موجودين على الضف الشرقي، فإحنا هو حقيقة سياسة بناء الجسور وتصفير المشاكل بالآونة الأخيرة أدت إلى ما وصفته بالتقارب معاليك، لكن إلى أي مدى إيران مستعدة للعمل إلى جانب دول الخليج للوصول لهذه الأهداف؟ أنا التقيت بوزير خارجية إيران على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة من 3-4 أيام، وكانت رسالته واضحة أن هم يعني يرغبون في هذا التقارب، يرغبون في علاقات طبيعية. هم بواقع الحال مع 4 دول خليجية عندهم علاقات طبيعية نوعا ما، مع سلطنة عمان، دولة الإمارات، ودولة قطر، ودولة الكويت، يعني سحبوا السفراء بس ما قطعوا العلاقات، وفي جالية عايشة، وفي بزنس، وفي حركة تجارية، وفي لكن في نهاية المطاف بالإنجليزي يقولون the proof is in the pudding، أنت قدمت الخير وتوقع يرجع لك الخير، تتوقع أن تفهم الصورة بشكل كبير من قبل أصدقائنا وأخواننا في إيران أن فعلاً الدول الخليجية هذه رسالتها لإيران، تقارب، احترام، عدم التدخل في الشؤون الداخلية، وعلاقات طبيعية. نتمنى الخير لأهل الخير معاليك بطبيعة الحال، يعني حكينا دولياً، حكينا إقليمياً، الكل بده يسمع ما الذي يجري داخل مجلس التعاون.
هون الحديث ينطلق لربما من الكثير من التجمعات، التكتلات، اليوم الاتحادات اقتصادية أمنية منها سياسي. خليني أذكر الناتو، الاتحاد الأوروبي، أذكر آسيان. عندما أصل إلى مجلس التعاون، كيف يمكن وصفه وسط كل هذه التكتلات؟ في أحد سألني هل هو اتحاد سياسي أمني أم اقتصادي؟ أنا أسأل معاليك، كيف يمكن وصفه؟ أولويات مجلس التعاون الحالية، وأنا أقول لك بالصلاحيات المناطة لي في الوقت الحالي بصفتي أمين عام، عندي مسارين: مسار داخل الأمانة كمؤسسة كيف نعمل على زيادة كفاءتها وضمان أنها تقدم المادة الصحيحة والخدمة الصحيحة للدول الأعضاء، وهذا أمر أنا يعني أقوم فيه مع إخواني الأمناء المساعدين الخمسة، نجتمع بشكل دوري وعندنا أفكار نعرضها على الدول الأعضاء لزيادة كفاءة الأمانة وتطوير أدائها كمؤسسة. هذا مسار. المسار الثاني اللي أنا أشوفه فعلا تحدي كبير ومحتاج أن إحنا يعني نكثف الجهود فيه هو التكامل الاقتصادي، وهذا الجول والماسة الكبيرة اللي ممكن نحققها ونوصل لها. سياسيا التنسيق على أرفع المستويات، يعني ما تتصورين كيف كان اجتماعنا التنسيقي في نيويورك وزراء الخارجية، الكل على صفحة واحدة من كل المسائل السياسية. أمنيا وعسكريا مستوى التنسيق يعني يمكن أعلى من السياسي، والعسكريين والأمنيين يتكلمون مع بعض بدون حتى ما يرجعون إلى حتى الأمانة، بينهم خط مباشر. اللي محتاجين أن إحنا نستكمله هو تكاملنا الاقتصادي، هو اللي راح يربطنا مع بعض. في نواقص، في تباين في الأفكار، في اختلاف وجهات النظر. الكل عارف والكل مدرك أن يعني لا بد لنا أن نكتمل اقتصاديا، الكل مؤمن بهذا الشيء الستة، لكن الطريق كيف الوصول لهذا التكامل وما هي التنازلات وما هي الخطط وما هي الأفكار هو اللي قد يكون في تحدي. خلال القمة التشاورية الخليجية التي عقدت في يوليو الماضي في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، القادة الست وأنا تشرفت أني أنا حضرت معاهم، كان هذا هاجسهم وهذا طلبهم وهذا تكليفهم لي أنا: التكامل الاقتصادي، عجلوا في اتحادنا الجمركي، السوق المشتركة، سكك الحديد. إن كانت التحديات قد حددت، شو اللي ينقص اليوم؟ أين نحن من تحقيق هذا الهدف الموحد؟ يعني احنا بمسار، احنا لازلنا نمشي في مسار تحقيقه. رؤية خادم الحرمين الشريفين لعام 2015 وضعت نهاية 2025 لاستكمال الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة. أعتقد عندنا وقت، أعتقد وأنا طبيعتي دائما متفائل، أعتقد من اللي أنا شفته واللي سمعته والنفس والروح والتوجيه الواضح والصريح من قادتنا، أعتقد نقدر نوصل لتكاملنا الاقتصادي. حققنا أشياء ترى جيدة جدا، الربط الكهربائي على سبيل المثال، يعني احنا والله الحمد عندنا ربط كهربائي زاد لدرجة ان احنا بدينا مشروع ربط جنوب العراق مع الربط الكهربائي الخليجي، وفي افكار يمكن دول اخرى نقدر نربطها في هذا في المستقبل القريب. الى اي مدى المصالح الاستراتيجية الخاصة لكل دولة ممكن ان تؤخر مشاريع من هذا القبيل؟ يعني أنا اليوم كمان أسأل، أنه من الطبيعي يكون لكل دولة مصالحها الخاصة. معاليك، اليوم كيف يمكن التوفيق بين كل هذه المصالح للحفاظ على وحدة وتماسك وتكامل البيت الخليجي في ظل الكثير من الاصطفافات
والتحالفات، شو المطلوب؟ المطلوب أن يصير في قناعة تامة بالتكامل الاقتصادي هذا، ويصير في تنازلات تقدم. ما تقدر تربح كل شيء ولا تقدر تخسر كل شيء. التكامل الاقتصادي تجني ثماره في المستقبل، ما تجني ثماره بكره او بعد بكره. انت تفكر بمنظومه اقتصاديه شامله كامله لهذه الست دول، تحمي فيها مصالح الكبير والصغير. شفنا يعني تجمعات كبيره، وعلى سبيل المثال الاتحاد الاوروبي، شفنا المظاهرات وشفنا ال 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 يعني الغضب اللي أصاب بعض المزارعين ولا ساقين الشاحنات، كلها يعني ما راح توصل لتكامل اقتصادي بدون لا تقدم تنازل. وهذه حقيقة الكل يدركها وكل عارفها. أرد أكرر، في إيمان تام من الدول الست بأهمية التكامل الاقتصادي. الآن إحنا في مرحلة نقاش، ونقاش يمكن ما أقدر أدخل بتفاصيله الآن، لكن أقدر أقول لك إنه نقاش صريح، نقاش مفتوح، والكل يتكلم ويدلي برايه، إلى غاية ما يعني نصل إلى توافق كيف نقدر نحقق اتحادنا الجمركي وسوقنا المشتركة. وهذا هو ويتحقق بالقناعة والإيمان إن وجد حقيقة. معاليك، حتى ننتقل إلى بعض الإيجابية أيضا، في السنوات الأخيرة تبلور نموذج خليجي عربي تميز بشكل لافت، يعني خلونا نسمي ويمكن الجمهور بضيف الكثير إلى ما سأسميه الآن، كيفية التعامل بداية مع أزمة كوفيد، دور مهم لدولة الإمارات على رأس القوى الناعمة العالمية، أبحاث كثيرة قامت بها منطقتنا على رأسها ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، صعود رواد فضاء خليجيين إلى الفضاء مؤخرا. كيف تبدل هذه الإنجازات اللي عرفناها الصورة النمطية للعرب لدى الغرب؟ وأين يقف الإعلام من ذلك؟ نحن اليوم في منتدى الإعلام، يجب أن نقف حقيقة عند دور الإعلام. وعلى مستوى المسؤولين الغربيين، هم يدركون إدراك تام وكبير المستوى اللي وصلت له دول مجلس التعاون. أنت إذا يعني تبين توصلين وتريدين أن تصلي إلى شعوب هذه الدول، هناك قنوات كثيرة وهناك يعني سبل عديدة تقدر الدول الخليجية تصل فيها. أما كمكانة يعني مرموقة دولية، لا، الحمد لله يعني على كافة المستويات عندنا أنشطة عديدة تعرفها الدول وتعرفها التجمعات وترغب في الدخول فيها. يعني خليني أقول لك بعض الأرقام. الناتج القومي المحلي الجي دي بي مال الدول الخليجية الستة مجتمعة 2.4 تريليون دولار، يخلي الدول هذول الست الاقتصاد الثامن عالميا. قيمة الصناديق السيادية للدول الخليجية 3225 بليون دولار. تجارتنا البينية ما بيننا وبين بعض فقط 107 مليار. أرقام مذهلة، أرقام نمونة. الناتج المحلي الآن 2.4 تريليون، متوقع أن يصل إلى 6 تريليون في 2050. نمونة، أفرج النمو الاقتصاديات الخليجية 6% سنويا. هذه أرقام يعني ما هي سهل تحقيقها والمحافظة عليها. هذه أرقام تأتي بسياسات واضحة، بسياسات تتبناها الدول الخليجية نحو فتح آفاق وفتح أسواق والدخول في شراكات دولية، ضمان أمنك. أنت أيضا علشان تحافظ على هذه الأرقام والمكتسبات تحتاج أنك تنسق ما بينك وما بين جيرانك إقليميا ودوليا. فولله الحمد الصورة اللي أنت تقولينها كيف نصل إعلاميا، هم اللي يصلون لنا الآن، ما حنا اللي إحنا نصل لهم.
دول المجلس مستعدة تجلس والناس هي اللي تجي. هل الخطاب الإعلامي العربي اليوم قادر على التأثير في الغرب؟ يعني بدي أسمع رأيك في ما يجري اليوم حتى أذهب وأرى معك معاليك إن كان موضوع الإعلام يبحث داخل مجتمعاتكم. يعني أنا بعرف السياسة تبحث، الاقتصاد يبحث، المشاكل الكبيرة بين الدول تبحث، لكن ماذا عن الإعلام؟ هل تتحدثون عن الإعلام؟ الإعلام الحقيقة لا، احنا نتحدث عن مع انت تتكلمين مع المجتمع الدولي، وهذا سؤال مباشر وأرد عليه مباشر. ما نتكلم عن الإعلام، نتكلم عن الأشياء المصاحبة للإعلام. على سبيل المثال حرق المصحف الشريف، يعني تتحدث عن هذا الموضوع في سياق الإعلامي، كيف انتشر إعلاميا، كيف تتصدى لهذه مع الأسف الأفكار القبيحة وكيف تتعامل معها. نتحدث عن يعني عن أشياء إيجابية، نتحدث بكل فخر عن احتضان دبي قريبا إن شاء الله كوب 28، كيف نسوق إعلاميا، كيف نتكلم معهم في هذا احتضان قطر بعد أسبوع. معنا دقيقة ونصف لأكسبو البستنة، نتحدث عن استضافة إن شاء الله المملكة العربية للسعودية لأكسبو 2030. ولذلك نتساءل في الختام، ألا تجدون أنه يجب لهذه الملفات الإعلامية أن يتم بحثها بشكل مشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي؟ تبحث بشكل مشترك، من يقول؟ وين التوصيات؟ توصيات إيش؟ لا توصيات حتى الساعة. أنا مش فاهم سؤالك، توصيات على إيش؟ أنا بدي أعرف اليوم لما تجلسوا مع بعض كمسؤولين كبار في دول تنتج أرقام هائلة بتهز دول بتهز العالم، تتفقون على أنه نضع أولويات معينة للإعلام في عالمنا العربي؟ ما في شك، عندنا اجتماع في أسبوعين ثلاثة لوزراء الإعلام. منظور الإعلام، منظور اللي أنت تتكلمين عنه هذا، أنا أعتقد كان في الماضي. الآن في وجود وسائل التواصل الجديدة، في وجود النهج الجديد، أعتقد الرسالة الإعلامية يجب أن تتغير وتواكب ما وصل للإعلام. متى آخر مرة واحد فتح جريدة قراها؟ نحن بانتظار جريدة بالتليفون PDF. لازم تغير الرسالة عشان تواكب المستجدات. متفائل معاليك من المرحلة المقبلة؟ جداً. مع هذا التفاؤل أنا بدي أنهي هذه الجلسة التي استمتعت بها كثيراً. شكراً. معالي جاسم محمد بداوي، شكراً. شكراً لك حضورنا الكريم على حضور هذه الجلسة، سيكون لنا لقاءات أخرى. أتمنى لكم يوماً جميلاً ممتعاً دائماً في أحضان هذا المنتدى الأحب على قلبنا.